أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من يدرس القرآن وهو لم يحفظه كاملا يدخل تحت حديثه صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ لا شك، من قرأ القرآن سواء عن ظهر قلب أو عن نظر في المصحف، سواء كان يتقن القراءة أو يتتعتع فيها، كل هذا فيه أجر. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر التلاوة وأجر المشقة.